اه لوجن لوجن تقبل الله قيامكم وصيامكم اعزائنا المتابعين في حلقتكم المتجدده من لوجن. حلقتنا لهذا اليوم بنتطرق فيها للالعاب والمخاوف اللي صايره حول الالعاب الالكترونيه بشكل عام. طبعا الالعاب الالكترونيه في ناس مع وفي ناس ضد الالعاب الالكترونيه، ليش؟ خطورة الألعاب الإلكترونية أعزائنا المتابعين تكمن في التواصل مع الغرباء. التواصل مع الغرباء خاصة إذا كانت في فروقات في المرحلة العمرية تكمن الخطورة في هذا النوع من التواصل، وأيضا نحن نفضل أن الأطفال أولياء الأمور يتابعون أطفالهم ويتأكدون أنهم يتواصلون مع ناس معروفين إذا كانوا أخوانهم أو أيضا أبناء عمومتهم أو الناس المقربين منهم. نصيحتنا الثانية لأولياء الأمور متابعة الأبناء وتفعيل التحكم الأبوي في أجهزتهم، وأيضا التأكد من أن الألعاب اللي يلعبونها أبنائهم تناسب أعمارهم. لوغ أوت، إلى لقاء قريب.